حياكم الله مشاهدين الأكارم، نتناول أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية في برنامجنا اليومي الصحافة اليوم. وكالة الثاني من ديسمبر طلعتنا بالعناوين التالية: ظهورا أهنس ترفض الزج بأبنائها في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية. مجلة أمريكية: لهذه الأسباب يتعين على واشنطن إبقاء دعمها للتحالف العربي في الحرب ضد الحوثية. خلال زيارة مايك بومبيو للإمارات العربية المتحدة، قال وزير الخارجية الأمريكي لمضيفه أن اتفاقا جديدا مع إيران سيكون ذا مفاعيل مستمرة عبر الزمن وسيواجه نشاطاتها الخبيثة في الدول المجاورة. الوفاق نيوز: الجيش يفتتح جبهة سادسة في صعدة ويطهر أولى مناطق مديرية الحشوة. الحوثيون ينشرون أفرادا من الأمن الوقائي في نقاط التفتيش بين المحافظات بعد فرار عناصرهم من الجبهات. حوثيو صعدة يستفردون بالغنيمة والمنصب فيما البقية مجرد أدوات. اتسعت دائرة الخلافات في صفوف قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وطفت إلى السطح عقب اتهامات للبعض بالتخوين، بالإضافة إلى خلافات حول تقسم الأموال المنهوبة. وكشفت مصادر استخباراتية أن خلافات حادة نشبت بين المدعو أبو طارق مشرف ميليشيا الحوثيين في أمانة العاصمة، وهو من أبناء صعدة، مع مشرفي الميليشيا المنتمين لصنعاء. وأوضحت أن أبو طارق نشبت بينه والمدعو أبو الحسين الكحلاني مشرف الميليشيا السابق في منطقة حدا خلافات على خلفية تقاسم الأموال المنهوبة. وقالت أن القيادي الحوثي أبو طارق قام بعزل أبو الحسين من منصبه كمشرف في منطقة حدا وسحب منه كل صلاحيته، كما قام بعزل مشرف الميليشيا المدعو أبو إسحاق في منطقة الصافية. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: تفاصيل مقتل 9 حوثيين أثناء محاولة اختطاف شاب في مديرية السبرة بإب. القوات الحكومية تستعيد مخزن أسلحة كبير في معقل الحوثيين. وثيقة: الحوثيون ينشرون أفرادا من الأمن الوقائي في نقاط التفتيش بين المحافظات بعد فرار عناصرهم. اتساع دائرة الخلافات بين قيادات حوثية من صعدة وأخرى من صنعاء بعد عزل واعتقال الأخيرين. شعبية الميليشيا بأسوأ حالاتها بصنعاء وعيون غامضة تواجه صرختها. عدن تايم طلعتنا بالعناوين التالية: سفينة إيرانية ساعدت في الهجوم الحوثي على ناقلتين سعوديتين. استهداف السفن يعمق مأزق الحوثيين. دعوة إلى انتفاضة قبلية ضد الحوثيين في ذمار. الحوثيون يلوحون مسار بديل لخطة جريفيث. خنادق وقناصة ودخلاء، هكذا يعيش أهالي الحديدة. عدن الغد أوردت العناوين التالية: التحالف يقصف ثكنة تدريب حوثية في صنعاء. الجيش الوطني يتقدم في البيضاء ومقتل 30 عنصرا حوثيا. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: استهداف السفن يعمق مأزق الحوثيين. الشرعية تحرر مناطق في باقم والجوف. التحالف يدمر مواقع الحوثي في الحديدة وريمة وصعدة. الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية: أعلن مقتل 6 قيادات حوثية في صعدة. الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع في الجوف وانهيارات في صفوف الإنقلابيين. خنادق وقناصة وفوضى، كيف يعيش أهالي الحديدة مع الدخلاء هذه الأيام؟ الخارجية اليمنية: حزب الله شريك في سفك دماء اليمنيين. الحوثيون يستجدون المواطنين التبرع في صناعة درون وصواريخ. وفي مقال للكاتب محمد عزان عن عقدة الحركة الحوثية من الرأي الآخر، قال فيها: يلف الحوثي ويدور حول خطورة تعدد الآراء وما ينتج عنها من تفرق واختلاف، ليخلص بعد كل ذلك إلى أن هنالك رأيا واحدا يجب أن يتبع دون سواه، وهو رأي أهل البيت الذين يقرروا هو أنهم أهل البيت، واعتبرهم الصراط المستقيم في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. سخر الحوثي ممن يحاول أن يقرأ ويفكر ويطلع ويكتشف الحقائق بنفسه، فقال: كل شخص بيظن لوحده لأن عنده أنه هو يستطيع أن يفهم، مثل ما يقول البعض: اطلع يا أخي قد خلق الله لك عقل، اطلع وقرأ وستعرف أنك خطأ وصواب وحق وباطل من نفسك، ما تحتاج أي حد. هذه العبارات هي من أضل الضلال. الخلاصة أن العقول التي خلقها الله لنا ليست قادرة في نظر الحوثي إلا على أمر واحد، وهو كيف نتعرف على أهل البيت لنسلم لهم الأمر، ثم نفكر بعد ذلك ونبدع في تنفيذ ما يريد العالم، وكيف نمتثل أمره ونموت رهن إشارته. والمفزع في الأمر
أن هذا هو موقف الحركة من رأي الآخر، وما تفعله ضد مخالفيها ليس مجرد قمع سلطة غشمة يمكن أن يزول مع تحول الأوضاع وانتهاء حالة التوتر، ولكنها عقيدة راسخة لدى الجماعة في أن الرأي الآخر يجب أن يخرس حتى وإن كان اجتهادا دينيا مبنيا على مناهج الاستنتاج وأصول الفقه وقواعد التفكير. لقد تجلت تلك الثقافة في سلوك الحركة، حيث استحوذت على القنوات والإذاعات والصحف، واستولت على وكالة الأنباء ومراكز الدراسات ومواقع الأخبار، واغتصبت منابر المساجد، وفرضت نفسها على الجامعات والمدارس وسائر منصات الخطاب، وطبعت كل ذلك برأيها الخاص، كما فرضت رقابة صارمة من الرقابة على الأقوال المؤثرة وأراء ذوي الرأي، حتى المفسبكين وضعت كثيرا منهم تحت المجهر، وبات كثيرا ممن نعرفهم يفكر ألف مرة قبل أن يكتب شيئا أو يسجل إعجابه بما يعجبه. كما يعرف الجميع أيضا أنهم منعوا أي مسيرة جماهيرية سلمية تعبيرا عن الرأي الآخر، لأنهم يخشون الرأي الآخر أكثر من أي شيء، ولا يمكن أن يسمحوا لأي تظاهرة بأي حال ما داموا قادرين على منعها. أما أساليبهم في قمع الرأي الآخر فهي تأتي على حسب المقام ومقتضيات الحالة، فمنها القمع المباشر بالقتل أو السجن أو التشريد، ومنها ما يبدأ باللوم والعتاب ويمر بالتحذير والنذير، ويتطور إلى تهديد ووعيد وتهمة بالعمالة والارتباط بدول ومنظمات في الخارج، ثم يأخذ شكلا إجرائيا بالضغط بالأقارب والأصدقاء، ثم يأتي دور التضييق في المعيشة ورفع الدعاوى القضائية وتصريد السفهاء بالقول والفعل. سوف نتناول في هذه الحلقة عدة قضايا، منها قيادات حوثية تشن حملة تشكيك في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والبحث عن مسار بديل، أيضا اتساع دائرة الخلافات في صفوف قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية طفت إلى السطح عقب اتهامات للبعض بالتخوين، وكذلك خلافات حول تقاسم الأموال المنهوبة. معنا في الاستوديو الصحفي عبد الكريم الصوفي، ومعنا عبر الهاتف الرائد أحمد عامر رئيس دائرة الأعلام بالتوجيه المعنوي. إذن مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. أبدأ معك أستاذ عبد الكريم، كيف تقرأ حملة التشكيك في جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من قبل ميليشيات الحوثي وتصريحها بالبحث عن مسار بديل؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. حملة التشكيك التي قام بها جماعة الحوثي هذا من الطبيعي أن يحصل، لأن جهود المبعوث الأممي تقتضي الكثير من المبادرات التي تنتهي التي تنعكس مع أو تعاكس أهداف الحوثي، فجهود جهود المبعوث الأممي تقتضي سحب القوات من الحديدة، وتقتضي أيضا الجلوس على طاولة الحوار، تدعي إلى حوار يتفق مع كل الأطراف، ويكون جماعة الحوثي من ضمن المشاركين في هذا الحوار، لكن هم لا يؤمنون بلغة الحوار، هم لا يعرفون سوى لغة السلاح. وأيضا جهود المبعوث الأممي تتطلب أو تدعي إلى سحب القوات من الحديدة، وهذا هو المطار أو ميناء الحديدة، يعتبر الشريان الوحيد لهم، يعني إذا انقطع عنهم فيؤدي إلى ضعفهم ويؤدي إلى إنهاك ما تبقى لهم، فهم في آخر قوتهم، وهم أيضا لا يريدون ذلك، فهم يسعون إلى السيطرة والنفوذ، ولهم أهداف عنصرية، وهم أيضا لا يريدون الحل ولا يريدون السلام، فهم يسعون إلى إجبار الشعب اليمني، ويسعون إلى أن يعلن الشعب اليمني العبودية لهم والخضوع، فهم لا يريدون السلام ولا يريدون أي نقاشات غير ذلك. نعم عبد الكريم،
بعد الانهيارات المتتالية لميليشيات الحوثي، ما هو المسار السياسي المغاير لجهود المبعوث الأممي خلال الفترة القادمة المتوقع من الحوثيين؟ من الطبيعي أن نتوقع منهم عكس ما يقوم به المبعوث الأممي. هم يسعون إلى المزيد من السيطرة وخضوع الشعب اليمني، وأيضا لا يريدون توقيف الحرب، لا يريدون للمجتمع اليمني أن يعيش كما يعيش تعيش الشعوب الأخرى، فهم يريدون المزيد من الحرب والدمار، ويريدون أن يكون هم السيادة العليا في المجتمع، يعني باعتبار كما يدعون أنهم يعني أصحاب السلالة، هم لهم الأولوية على كل الشعب. نعم. أذهب إلى الرائد أحمد عامر، قراءتك لفتح الجيش جبهة سادسة في صعدة وكذلك تطهير أولى مناطق مديرية الحشوة؟ سيادة الرائد، نعم أستاذ عبد الكريم، الآن في دعوة من القبائل انتفاضة لكافة قبائل محافظة ذمار بعد محاولة الحوثيين الضغط لتجنيد وكذلك أخذ الأطفال حتى من المدارس وحشدهم للجبهات المنهارة. برأيك هل هذه الانتفاضة هي أول شرارة من قبائل ذمار؟ هذه هي الانتفاضة، جاءت بعد سلسلة من الانتهاكات والضغوط والجرائم في حق أهل دمار. نعم. كانت آخر الجرائم ما قامت به في مديرية عتمة في تشريد عائلة بكاملها واختطاف إمام مسجد ومزارع بحجة أنهم قاموا بالصلاة على الميت الغائب وهو أحد الشهداء الذين استشهدوا في ميدي. فسلسلة من الجرائم والانتهاكات قاموا بها في حق أبناء دمار، فهذه هي الدعوة، جاءت بعد ضغوط نفسية وكثير من المظالم عليهم، فهي تعتبر من أهم شرارات الثورة على الحوثيين. وأيضا الحوثيين قاموا بتجنيد الأطفال ولم تشهد اليمن هذه الأعمال، فهذا مخالف للعادات والتقاليد اليمنية، مخالف لسلوك الشعب اليمني، يعني عبر العصور لم يعرف الشعب اليمني تجنيد الأطفال واختطافهم وتوظيفهم في الحروب. نعم نعم. أذهب إلى سيادة الرائد أحمد عامر، سيادة الرائد، قراءتك لفتح الجيش جبهة سادسة في صعدة وتطهير أولى مناطق مديرية الحشوة؟ أولا مساء الخير أختي العزيزة، وأحييك وأحيي مشاهديك عبر قناة اليمن اليوم، وأقول صريح العبارة. نعم. الميليشيات وصلت إلى نقطة ضعف كبيرة جدا، وهذه نقطة الضعف الكبيرة أنها لا توجد لدى الميليشيات إلا النفق الأول من المقاتلين، وهذا النفق الأول فيه ضعف كبير جدا. من دراسات خبراء عسكريين يدلل على أنه كلما فتحت الشرعية والتحالف جبهات جديدة كلما استطاعت أن تهلك الميليشيات وأن تستنزف الميليشيات سواء في الأفراد أو في القوة، ولذلك كان فتح جبهة جديدة في الحشوة وهي من الجبهات القريبة لباقم خط، وبعد التقدم من كل اتجاهات المديرية باقم من مزهر وكذلك من آل حديد وغيرها حتى التوجه، ولا يزال هناك أمر مهم وهو الأمر الانتباه لمسألة المدنيين. نعم سيادة الرائد، هناك عدة جبهات سواء في صعدة أو الجوف أو كذلك البيضاء وكذلك الحديدة، لماذا لا يتم التركيز على جبهة واحدة؟ أولا لأمر مهم، تشتيت العدو وجعل العدو بأنه ينهار ويحاول أن يبرز كل ما لديه من قوة مع الضعف المتواجد لدى الميليشيات، خاصة
عند وجود فتح جبهة الساحل حاليا بعد إعلان الجيش الوطني وإعلان التحالف سواء المملكة العربية السعودية أو الإمارات، فتح جبهة الساحل ومعاودة بعد فشل جهود المبعوث الأممي بفشله الذريع الذي وقع من خلال عدم استطاعته لإقناع الميليشيات بالحوار وبقضية تسليم الحديدة. هنا بهذه الصورة عندما تتحرك كل الجبهات معنى أنه يظهر لدينا الضعف القائم الكبير الميليشيات بأنها لا تستطيع تغطي الجبهات، بل أنها ستتفرقط الجبهات تلو جبهة تلو جبهة بسبب قلة الأعداد والأفراد لدى الميليشيات في هذه الجبهات المختلفة. الآن عندها فقر تجميع الأفراد وتجميع المجندين وتجميع المقاتلين، خاصة وهناك شيء اسمه يعني هناك ثورة شعبية خاصة مستائين من التصرفات التي يقيمها الميليشيات وهنا وهنا سواء في ذمار وما يحدث الآن في ذمار. نعم صحيح، هناك الآن انتفاضة لقبائل كافة قبائل ذمار. نعم، عندما الآن الميليشيات تقوم بحاولة محاولة أبناء القبائل غصبا عنهم وما يجندون في الساحل ويأخذون الأبناء من المدارس ويأخذون كذلك كل شاب سواء قادرا أن يقاتل أو ليس يقاتل، وإنما هم يؤدون كي يغطوا النسق الأمامي، ومع هذا كله إلا أن النسق الأمامي لديهم ضعف كبير جدا وحصيلة كبيرة جدا. أي تقدم للميليشيات هو عبارة عن انتحار، وما دار في المتون مجمع المتون في محافظة الجوف إلا خير واقع. هناك حاصرتهم قوات الجيش الوطني في المنطقة السادسة وأسرت وقتلت ما في حدود أكثر من 20 من هؤلاء الميليشيات. نعم، أعود إلى الأستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الكريم، كيف تفسر صعوبة التحشيد وتساقط الأقنعة لدى الميليشيات؟ صعوبة التحشيد هذا جاء بعد كشف أبناء الشعب الحوثيين، يعني في البداية كان الحوثيين يستغلون الحالة المادية لدى معظم الأسر اليمنية، فيتم وعودهم بعد تجنيد أبنائهم في الجبهات وعودهم بتوظيف أبنائهم وبعائد مادي على الأسر التي تأتي بأبنائها. فبعد هذه الوعود الكاذبة ضعف التحشيد لهم ومعرفة الأسر اليمنية. أيضا كانوا يستغلون يعني عدم معرفة بعض الأسر، يقولون لهم يعني أنهم سيحاربون الدواعش والإرهاب وسيحاربون، فالكثير من الأسر اليمنية عرفت كذب الحوثيين وعرفت أنهم لم يحاربون إلا يمنيين ولم يحاربون إلا أبرياء. وكثير من الذين زجوا بهم في المعارك كان لهم يعني ضحايا كثيرة، كان يعود أبناء الأسر أمواتا، يعود أشلاء إلى أسرهم دون أن يستفيدوا أي شيئا من الحرب غير الموت والدمار. وهذا ما خلف عدم الثقة بالحوثيين وكرههم من كثير من أفراد الشعب اليمني وعائلات الشعب اليمني. فالآن الحشد لدى الحوثيين صار صعبا وهم في آخر رمقهم بإذن الله. نعم، برأيك أدى ضغط الميليشيات على أبناء القبائل في فئة الأطفال كذلك وزج بهم في حرب عبثية يديرونها في مختلف الجبهات إلى اتساع دائرة الرفض القبلي للميليشيات؟ ممكن تعيد سؤالك؟ لم أسمع. أنا أقصد هل بسبب الحوثيين قاموا بزج أبناء القبائل من فئة الأطفال إلى حرب عبثية في مختلف الجبهات، هل برأيك أدى ذلك إلى اتساع دائرة الرفض القبلي للميليشيا؟ نعم، كان هذا من أكبر أسباب الرفض القبلي لدى الحوثيين. نعم، لأن الزج واختطاف الأطفال والزج بهم في المعارك هذا يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب اليمني. أيضا الطفل بحاجة إلى القلم، بحاجة إلى أن تذهب به إلى المدرسة ليتعلم ليتثقف وليس إلى المعارك. الطفل ليس بحاجة إلى السلاح،
يعني السلاح الثقيل على الطفل، وهو بحاجة إلى أن يتعلم ويذهب إلى المدارس إلى الأماكن التثقيفية للأطفال. هذه هي الأسباب أدت إلى انهيار الحوثيين وإلى عدم الثقة بهم حتى من أو من الذين يوالونهم. نعم، أذهب إلى سعادة الرائد أحمد عامر. الجيش الوطني يتقدم في البيضاء، وكذلك هناك أعلن عن مقتل العشرات من القيادات أو من عناصر الميليشيات، قراءتك لذلك؟ قراءتي لذلك أنه طبعا هناك استراتيجية جديدة يخطوها أو يرسمها الجيش الوطني في كل المحافظات وفي كل الجبهات. نعم. هذه الدراسة لأن لابد التقدم، لأنهم معرفتهم أن النسق الأمامي للميليشيات ضعيف جدا، وهذا النسق يعتبر فيه ضعف كبير من قلة الأعداد. ما يدور الآن من قضايا في أكثر من جبهة ومن تقدمات هو تحت الحاصل. هناك فعلا الميليشيات وصلت إلى درجة العجز، مع أنها تجنب الأطفال من أعمار الـ 12 سنة، وما أسر في كثير سواء في كل الجبهات يؤسر، وفي ميدي خاصة التي الأفلام التي جربت عن الميليشيات والذين أسروهم الجيش الوطني في ميدي، أطفال في الثانية عشرة، يعني أطفال حديثي السن. هؤلاء دلالة واضحة بأن الجيش الوطني الآن أصبح عنده عزيمة وعنده إرادة، بأن أوراق التوت التي كانت مراهنة عليها الميليشيات قد انتهت، وهي تتساقط ورقة تلو ورقة. مهما كان لدى الميليشيات من نازعة ومن استلهام بأنهم لديهم أصحاب رسالة، إلا أن حقيقة الناس الذين كانوا مفروضين بهم وصلوا إلى قناعة بأن هؤلاء لا يريدون الحياة لأحد، وإنما هم يريدون البقاء لسلة بسيطة من هؤلاء الميليشيات من قياداتهم الذين يدعون أنهم مصطفون وأنهم مختارون على بقية البشر. نعم. بعد انهيارات جبهاتهم في عدة مناطق من اليمن، ما هي الخيارات المتاحة أمام الميليشيات الحوثية لقادم الأيام؟ هذا هي السؤال. أنا أقول لك بعد انهيارات الميليشيات الحوثية في عدة جبهات، ما هي الخيارات المتاحة أمامهم؟ الخيارات المتاحة لديهم الألغام رقم واحد. نعم. هذا الخيار هو خيار العاجل طبعا. نعم. وما يحصل في الحديدة وفي الساحل الغربي من زراعة ومن الطوق وجعلها عبارة عن مجموعة أسخاخ وألغام، وما يدور في الجبهات سواء في الساحل أم في الجوف أم في مارب أم في كل الجبهات بنفس الطريقة، ويتخذون السلاح الأقوى لديهم الألغام، أما السلاح الآخر وهو بزج الأطفال. نعم. بزج الأطفال، الاحتماء كذلك بالمدن وبالمناطق المأهولة بالسكان كما يحصل الآن في مركز باقن وفي غيرها من المناطق، كذلك عندهم المراهنة الأخيرة وهي التغيير على رهنائهم وعلى من يقودونهم من الخارج سواء إيران وحلفائها، وهناك من يلعب تحت الطاولة وهو في الأمام وفي الظاهر أنه لحليف للتحالف، ولكنه في حقيقة الأمر يخدم الميليشيات أكثر مما يخدم التحالف، وهؤلاء كلهم هي تعتبر آخر ورقة إنقاذ لهذه الميليشيات في توقيف العملية العسكرية والتقدم السريع والحسم العسكري الذي هو باتت عبارة أن الجيش الوطني هو جاعل هذا الأمر بين قوسين، هذا قوسين أو أدنى. نعم، شكرا لك سيادة الرائد أحمد عابر مدير إدارة الإعلام بالتوجيه المعنوي. سؤال أخير أستاذ عبد الكريم، الآن الميليشيات تتقهقر من عدة أماكن في الساحل الغربي، تقوم بقصف الأحياء التي تم تطهيرها بمدافع الهاون، لماذا ذلك؟ لماذا تقوم بقصف الأحياء السكنية؟ هل انتقاما أم لا زالت تصرخ أننا نحن موجودون؟ هذه الانتقامات لكي تقول أنها ما زالت في قوتها ونفوذها،
نعم. أيضا هذا القصف الذي يقومون به هو ناتج عن قهر في داخلهم، يعني لأن هذا الساحل هو لو انقطع عليهم فيعتبر يعني انقطع شريانهم، علشان ما يجي لم يأتي لهم الدعم من إيران عبر هذا الساحل، فهم يعبرون عن حقدهم ويعبرون عن كراهيتهم، وكذلك عن غلبهم لما تعرضوا له من أبناء من الجيش الوطني والمقاومة في الساحل. نعم، شكرا جزيلا للصحفي عبد الكريم الصوفي، وكذلك أشكركم مشاهدين الأكارم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.